Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper. دخلت الثانوية العامة يا طه؟ أيوة. ناوي على كلية إيه؟ الحمد لله مجموعي دخلني كلية محترمة. خدمة أهل المنطقة اللي فيها شغلي وقلت أرشح نفسي في إيدك نقرأ الفتح الأسبوع اللي جاي الفلوس تكون هنا كاش الراجل بيحب الراجل إيه المشكلة؟ الزنا الرجالة ما بتحبهاش يا عم اللي ساكنها سبع ورجع بلده على طول مرتك وابنك شيرز يا حسون عشان يبقى في حياتي حاجة افتخر بيها اسمي في يوم من الايام عرفت باشا بحق وحقيقي طب ابصر ايه ده انت اللي لعبت بديلك ازاي فات انك انت قوال تركي عندي شغلانه ب 600 جنيه في الشهر شغلانه محترمه محترمه قوي ولو مش محترمه انت تخليها محترمه خليت اسم اكبر عيله في مصر تحت الرجلين اخرج بره بيتي لا يا الله مفيش حاجة أخو أختي بتخاف ده أنا كنت داخل على سكة مشيخة وأنا بلبس قصير ومبسوطة كده يعني شكلها كده محدش لايق على التاني مبروك علينا الشركة مش كده؟ 50% يا عزام يعني ما تبقاش عينه زايد وبالطريقة دي عمرك ما هتلاقي شغل خفي عشان تعرفي تعوم واحلى ناس عايشوا معايا ومن تحت مسخ احنا في زمن المسخ يبص على العمارات اللي كانت احسن من عمارات اوروبا